تمكنت المساعدات المغربية من الوصول إلى قطاع غزة وكسرت الحصار بدخولها، لا سيما المساعدات الطبية وصلت إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتحديد مستشفى الأمل. 6 شاحنات على الأقل وصلت محملة بهذه المستلزمات الأولية الطبية، والتي هي ربما الأبرز والأهم في ظل هذا الانهيار الكبير بالمنظومة الصحية. أيضا تأتي في إطار الإسعاف الأولي وتدخل في إطار المعالجة الأولية للمصابين والمرضى الذين باتت أعدادهم بمئات الآلاف في ظل تراكم أعداد الإصابات بفعل القصف الإسرائيلي على مدار الساعة في قطاع غزة، فضلا عن يعني الأمراض التي رشحت بفعل هذه الحياة المأساوية والتجمع الكبير لأعداد الإصابات، أيضا المكره البيئية والصحية في ظل انهيار للبنى التحتية في قطاع غزة مع الاستهدافات الاستهدافات التي طالت البنى التحتية في كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى لانعدامها بشكل كامل وكبير. على أي حال، هذه المساعدات الطبية سيكون لها تأثير كبير في ظل منع دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفح، أي منذ أكثر من 50 يوما. كسرت هذه المساعدات بالفعل هذا الحصار وتمكنت من الدخول لإنقاذ الحالة الصحية المنهارة بشكل كبير، وسط نداءات كبيرة من الجهات المختصة بضرورة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المستلزمات والمستهلكات الطبية الأولية لتتمكن الطواقم من التعامل بشكل طبيعي مع الإصابات التي بالفعل يعني ربما تكون ملقاة على الأرض مع عدم وجود حقيقة متسع لإدخال هذه الإصابات إلى المستشفيات، ربما هذه المستشفى الوحيدة التي تعمل بكامل قدرتها في المناطق الوسطى. كافة المستشفيات خرجت عن الخدمة بشكل كامل.